فضيلة الشيخ عطية صقر، لقد كثر الكلام في ذم زواج التحليل وأن المحلل والمحلل له ملعونان، فهل معنى ذلك أنه حرام؟ وكيف تعود المطلقة طلاقا بائنا بينونة كبرى إلى زوجها الأول؟ المقصود بزواج التحليل هو زواج المطلقة ثلاثا لتحل لزوجها الأول، وهو أمر مشروع دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: الطلاق مرتان، ثم قال في الآية التي تليها: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. قال العلماء: المعنى إن طلقها للمرة الثالثة. قال القرطبي: وهذا مجمع عليه لا خلاف فيه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الأئمة واللفظ للدارقطني عن عائشة: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ويذوق كل واحد منهما عسيلة صاحبه. وحتى يكون زواج التحليل محققا للغرض الذي شرع من أجله، لا بد فيه من أمرين أساسيين: أولهما أن يكون العقد صحيحا حتى يحل به الاستمتاع بالمعاشرة، والثاني أن يكون معه دخول صحيح بالمعاشرة، فإذا اختل واحد منهما لم يكن مشروعا. والله أعلم.